الوصفه ديال اليوم كيك ديال البرقوق، كيك اللي غادي يكون صحي ولذيذ، بلا زيت بلا دقيق بلا حليب. الناس اللي عزيز عليهم يستهلكوا شي حاجه صحيه هما وليداتهم. غادي نحتاجوا 80 غرام ديال الكوك اللي غادي نحمروا فوق نار مهيله حتى يتغير له اللون بحال هذا الشكل هذا، ومن بعد نخليه جانبا في خلاط كهربائي. يا اما غادي ديروا 200 غرام ديال البرقوق، ولا تقدروا ديروا 100 غرام برقوق و100 غرام ديال التمر، ولا تقدروا تنوعوا ديروا مشماش ولا شريحه. من بعد كطحنوا من المره الاولى، وعاد كضيفوا عليهم ثلاثه الحبات ديال البيض، جوج ساشي ديال الفاني، وقريصه ديال الملحه، وكنولي عاوتاني نطحن مزيان حتى كيتميلونجا داك البيض مع التمر وداك البرقوق، وكنحصلوا على هذا الخليط هذا هكا اللي كيكون ثقيل. كنكبوه في هذا لو بول هذا، وغادي نضيف عليه هذاك الكوك اللي حمرت، وغادي نخلط مزيان بهذا الشكل، وغادي نزيد راس معلقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه. ومن بعد غادي ناخذ المول ديال الكاب كيك، ولا تقدروا تاخذوا مول اللي ما يكونش كبير بزاف، وتوضعوا فيه الخليط ديال الكيك وتدخلوه الفرن يكون مسخن من قبل، ما يطيب من الفوق ومن التحت. وهذه هي النتيجه، راه هذا الكيك كيجي صحي ولذيذ، صالح للناس ديال الريجيم، الناس اللي كتبغي شي حاجه صحيه تاكلها هي وليداتها وبالصحه والراحه. جربوا الوصفه وردوا عليا.